بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام ولله الحمد بتشريعاته وأوامره ونواهيه هو التيسير، وهو دين اليسر، وما خالفه فهو العسر. ولهذا قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فليس معنى اليسر تخلص من الأحكام الشرعية، ولكن اليسر هو الالتزام بالأحكام الشرعية، لأنها يسر وتتمشى مع حالة الإنسان. وإذا عرض للإنسان عارض فإن الله سبحانه وتعالى شرع له ما يتناسب مع حالته. فشرع سبحانه وتعالى للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، هذا هو اليسر في الصلاة. وليس معنى اليسر أنه يترك الصلاة، قال الدين يسر، لا. إذا ما في دين، إذا ترك ما صار في دين. الدين يسر، يعني لابد من وجود الدين الذي فيه يسر. أما الدين يسر بمعنى أنه يترك ويخرج على أوامره ونواهيه ويقال هذا من باب اليسر، لا. اليسر الله شرع اليسر وبينه لنا. فمن حيث العموم الدين كله يسر ولله الحمد، ما فيه ما يحرج الإنسان أو يكلفه ما لا يطيق. ومن حيث الرخص العارضة فالإسلام ولله الحمد فيه رخص عارضة لأحوال طارئة. فمثلا كما ذكرت لكم في الصلاة، المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، هذا من اليسر. يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به. وكذلك في الصيام، المسافر يفطر ويقضي من أيام أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال سبحانه: ومن كان مريضا، يعني في الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنت تؤدي الواجب بأن تقضي من أيام أخرى وتحصل على اليسر في الإفطار في رمضان. جمع الله لك بين
الأمرين اليسر وإكمال العدة، هذا هو اليسر في الدين. المريض قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة، وكذلك هذا في الصلاة بالنسبة للمريض. وكذلك له أن يجمع، المريض أيضا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا كان بحاجة إلى الجمع، فهذا من اليسر. المريض لا يترك الدين ولا يترك العبادة، وإنما يؤديها بأخف ما يمكن عليه في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك المريض يفطر في رمضان كما أن المسافر يفطر في رمضان، لأن الحالتين يستدعيان التيسير على المسلم، فجمع الله له بين التيسير وأداء الواجب والالتزام بالدين، لا يترك الصلاة لا يترك الصيام، وإنما يؤديهما كما شرع الله له ويسر له بالرخصة التي جعلها الله له. في شدة الخوف لا يترك الصلاة ولا يقول الدين يسر ولا في صلاة، يصلي لكن على حسب حاله. فإذا كان الخوف غير شديد فإنهم يصلون جماعة ويقسمهم القائد والإمام إلى قسمين، قسم يراقب العدو وقسم يصلي معه ركعة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، قسم يصلي مع الإمام الركعة الأولى، ثم إذا قام الإمام إلى الثانية ثبت الإمام وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا مكان الحراسة، وجاء الفريق الذي كان يحرس في الركعة الأولى فصلى مع الإمام الركعة الأخيرة، فإذا جلس الإمام للتشهد ثبت حتى يقوموا ويكملوا لأنفسهم الركعة الثانية التي سبقوا بها، ثم يسلم بهم، فيكون الفريق الأول حضر معه تكبيرة الإحرام والفريق الثاني حضر معه التسليم، وكل من الفريقين أتم لنفسه. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يدخلون معه في الصلاة جميعا متجهين إلى القبلة، والعدو أمامهم يراقبونه جميعا ويركعون مع الإمام جميعا وهم يراقبون العدو، فإذا سجد الإمام سجد الصف الأول وبقي الصف المؤخر يحرس العدو، فإذا قام الإمام إلى الثانية سجد الصف المتأخر، سجد الصف المتأخر ولحقوا بالإمام، وهكذا يكمل الصلاة بهم على هذا النمط. أما إذا كان اشتد الخوف فإنهم يصلونها على حسب حالهم ركبانا أو رجال، قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا، أي تمشون على الأرجل أو ركبانا، تصلون وأنتم ركبان مستقبل القبلة وغير مستقبليها هاربين من العدو،
فأي يسر أعظم من هذا اليسر؟ أنك تحافظ على دينك وتؤديه بيسر حسب إمكانك حسب مقدرتك، هذا هو التيسير من الله سبحانه وتعالى، هذا هو التيسير. الوضوء والطهارة بالماء، إذا وجد الماء وقدرت على استعماله فإنه يجب عليك استعماله في الوضوء وفي الاغتسال. أما إذا لم يوجد الماء فإنك تتيمم بالتراب بدل الماء، أن تضرب على التراب بيديك وتمسح وجهك وكفيك وخلاص، يا هذا طهارة. أو وجد الماء ولكن الماء قليل ولا يكفي إلا لحاجتك، طبخك شرابك أو حتى سقي البهائم التي معك، توفر الماء وتتيمم. أو وجد الماء لكن عجزت عن استعماله لمرض ما تستطيع لأجل المرض، لأنه يزيد عليك المرض، تتيمم بالتراب أيضا عن الحدثين الأكبر والأصغر. فأي يسر أعظم من هذا اليسر من الله سبحانه، مع المحافظة على الدين، المحافظة على الدين والعبادة. وليس اليسر معناه أنك تترك العبادة، بل اليسر معناها أنك تؤديها بما شرع الله من الرخص الشرعية. هذه نماذج من يسر هذا الدين، وأنه سهل وليس فيه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. ما معنى يسروا؟ قولوا للناس اتركوا الدين؟ لا، يسروا يعني أفتوهم بما شرع الله سبحانه من الرخص الشرعية عند الحاجة، هذا التيسير. أفتوهم بما شرع الله من الرخص عند الحاجة إليها، هذا هو التيسير. ولا تعسروا، تكلفوا الناس ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم، بل كلفوهم بما شرع الله سبحانه. فالمقيم له صلاة، والمسافر له صلاة، والمريض له صلاة، والمسافر له صلاة، هذا هو التيسير. والصلاة محافظ عليها على كل حال، في حالة المرض والصحة، في حالة السفر والإقامة محافظ عليها، هذا هو اليسر. الصيام كذلك محافظ عليه في حالة الإقامة وحالة السفر وفي حالة الصحة وفي حالة المرض، محافظ عليه، ولكن يؤدى على حسب ما شرعه الله من الرخص الشرعية. هذا هو اليسر في الإسلام، أنه ينزل بالمسلم من الأشد إلى الأسهل عند الحاجة إلى ذلك، مع التزامه بالعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن التشريعات التي جاء بها الإسلام ليس فيها حرج. فإذا وجد حرج فإنك تنزل إلى ما هو أسهل من الرخص الشرعية التي شرعها الله عند الحاجة إليها. أما الفريق الثاني، وهم الذين أشار إليهم الشيخ في مقدمته، وهم الذين يفسرون اليسر في الإسلام وعدم الحرج بأنه التخلي عن الأوامر والنواهي، لا صلاة لا صيام لا ربا لا إلى آخره، ويظنون أن هذا هو التيسير، وأن التيسير أنك ما تخالف العالم على ما هم عليه من عهر وفساد وربا وقمار وغير ذلك من معاملات محرمة وأخلاق رذيلة، ويقولون أنك إذا خالفتهم صار فيه حرج. الذي هم فيه هو الحرج، أما الإسلام ولله الحمد فهو اليسر،
وهو الخير، فأنت تتمسك بدينك وتؤديه على حسب استطاعتك. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هو معناه أن ما عليه تكليف، لا، يكلفه الله لكن حسب وسعه. اتقوا الله ما استطعتم، ما هو معنى تترك التقوى، لكن تتقيه حسب الاستطاعة. هذا هو اليسر في الإسلام، وهذا يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى فقه، ويحتاج قبل ذلك إلى إيمان ومخافة من الله سبحانه وتعالى. فلا تشديد ولا فلا تشديد، لا إفراط ولا تفريط، لا تشديد وغلو ولا تساهل وانحلال من الدين، وإنما الوسط، الوسط وهو الخيار، والوسط ما يكون بين طرفين، بين طرفي الغلو والزيادة والتساهل والتضييع. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد، دين الوسط. لا تشديد الخوارج والغلاة والمتنطعة، ولا تساهل الأشرار وأصحاب الشهوات. ولهذا قال: يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شوف الفرق بين إرادة الله بنا وإرادة من يريدون الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ما هو ميل سهل، ما يكفيهما إلا الانحلال من الدين وترك الدين نهائيا، ويقولون الدين هذا تشدد، أنت مسلم يكفي، لا حاجة للصلاة ولا حاجة لكذا وكذا، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكفي. يعني شهادات ما فيها معنى ولا فيها مضمون، مجرد لفظ يقال باللسان، هذا دين؟ هذا تيسير؟ هذا هو الحرج والعياذ بالله. فالذين يتبعون الشهوات ما يريدون صلاة، ما يريدون زكاة، ما يريدون حج صيام، ما يريدون حج، بل أشد من ذلك لا يريدون عقيدة توحيد. الناس سواء، كلهم بنو آدم وكل حر فيما يختار وفيما يعتقد، ولا حجر على الآراء ولا على الأفكار، وهذا هو التيسير عندهم، هذا هو التيسير، الإضاعة والانفلات والبهيمية، هذا هو التيسير عندهم. أي تيسير هذا؟ هذا ينتهي إلى إيش؟ ينتهي إلى النار وإلى الخسارة، هذا التيسير. الدين يدعو ينتهي إلى الجنة، تمسك بالدين ينتهي بك إلى الجنة، أما التمسك بمطلق التيسير من غير ضوابط شرعية هذا يفضي بك إلى النار، هذا هو التيسير، هذا هو الحرج والعياذ بالله. ولهذا قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف من الصعب إلى السهل والمستطاع، والله يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الذي خلقه هو الذي يشرع له الشرائع ويعلم حاله ويعلم ما يحتاج إليه، فهو المشرع. أما الذين يتبعون الشهوات فإنهم لا يريدون إلا الشهوات، ما يريدون ما يصرفهم عن شهواتهم التي هي ضررهم وهي شقاؤهم وهي عذابهم.
الذي لا نجاة لهم منه، ما يفكرون في هذا الأمر، فيقولون مثلا كما أشار الشيخ إن الصلاة في المسجد هذا حرج، صلاة الجماعة ما هي بواجبة، صلاة الجماعة ما هي بواجبة. إذن المسلمون اللي بنوا المساجد ورتبوا الأئمة والمؤذنين وأنفقوا على المساجد عندهم تشدد، ما الصلاة ما تستدعي هذا، كل يصلي في مكانه وفي بيته وفي، لا حاجة إلى بناء مساجد، لا حاجة إلى اجتماع وأذان، وهكذا يقولون. قالوا المرأة ليش تشدون عليها بالحجاب؟ المرأة إنسان، لماذا تشدون عليها في الحجاب، تلزمونها بالحجاب وهي إنسان، حقوق الإنسان تستدعي إنه ما يضيق عليها، وأن الحجاب من نصيبها ومن حظها ومن كرامتها، وليس هو إهانة لها أو تنقص من حقها، وإنما هو إكرام لها وصيانة لها. الله لما أمر بالحجاب قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالحجاب فيه طهارة لقلب الرجل وقلب المرأة، وليس كما يتصورون أنه هضم للمرأة واحتقار للمرأة، بل هو إكرام لها. قال جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فهو عورة تخفضه ولا يسمعه إلا ولا يسمعه من في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، هل القرار في البيوت مصادرة لحرية المرأة أو هو إكرام لها، إكرام لها وصيانة لها وإراحة لها من التعب والعنى، وعندها في البيت من الأعمال ما يكفيها، البيت فيه أعمال لا يقوم بها إلا المرأة، فكيف يقولون إن بقاها في البيت بين الجدران إن هذا إهانة لها؟ والله جل وعلا قال لأطهر نساء العالمين نساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فحشمة المرأة هذا إكرام لها وتوفير لحقها، وحماية لحريتها، حماية لحريتها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب يكف عنها أذى السفهاء والفسقة فلا يؤذين، فلا يؤذين. وفي الآية الأولى ذلكم أطهر لقلوبكم قلوبهن، فالحجاب فيه طهارة للقلوب، فيه كف لأذى الفساق عن المرأة لئلا يطمعوا بها إذا كانت سافرة بارزة أمامهم، فهذا هو اليسر، حماية المرأة يسر لها. وأما إطلاقها وانفلاتها فهو عسر عليها، مشقة عليها، تعريض لها للخطر الخلقي والخطر الجسمي. فالمرأة لها قيمتها عند المسلمين، لذلك يحافظون عليها ويكرمونها، وهي تكون درة مصونة، بخلاف المرأة الكافرة فإنها ألعوبة بيد الفساق ما دامت شابة، فإذا كبرت فإنها ترمى في الملاجي وفي دور العجزة، ليس لها ولي ولا نصير. هذا مآلها، هذا إكرام للمرأة. أم المرأة المصونة التي إذا كبرت تخدم وتكرم
ويحافظ عليها ويرفق بها ويراعى ما يسرها، أي الفريقين يا حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ عند هؤلاء الفريق إن اليسر تتبع الرخص، ولا يريدون بالرخص الرخص التي رخص الله بها، إنما يريدون بالرخص أقوال العلماء، يقولون المسألة فيها خلاف، واليسر أننا نختار من الأقوال ما نريد ويناسبنا. يا سبحان الله، العلماء قالوا من تتبع الرخص تزندق، والمراد بالرخص هنا أقوال العلماء واجتهادات العلماء التي هي عرضة للخطأ والصواب. فنحن لا نأخذ ما يظهر لنا أنه أرفق بنا، بل نأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، لأنه هو الأرفق بنا، وهو خير لنا من أن نأخذ بخطأ عالم ثم نقع في الخطأ وتكون العاقبة وخيمة. العالم يجتهد فيخطي ويصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فدل على أن العالم يخطي ويصيب، لكنه مأجور على كل حال على اجتهاده، فإن حصل إصابة فله أجران، وإن حصل خطأ فله أجر واحد على اجتهاده. لكن ما نأخذ بقوله الخطأ ولو كان مأجورا هو عليه، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير وأحسن تأويلا. فعندما يختلف العلماء وتكثر الأقوال، الله جل وعلا أعطانا الميزان الذي نزن به الصواب من الخطأ، وهو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له الكتاب والسنة من أقوال العلماء فهو اليسر، وهو الخير، وهو الفرج، وأحسن عاقبة، أحسن تأويلا فنأخذ به. وما خالف الكتاب والسنة فإننا نتركه، لأنه طريق غير صحيح. أنت لما تكون مسافرا ويكون أمامك طريقان، طريق سليم معتدل وطريق متعرج وفيه خطورة وفيه أعداء وفيه قطاع طرق السباع، أي الطريقين تأخذ؟ تأخذ الطريق السليم. فإن أخذت بالطريق الخطر فأنت سفيه. فهؤلاء مثل من يقول للناس: خذوا الطريق الخطر واللي فيه سباع وفيه مهاوي وفيه. أقوال العلماء أقوال بشر تخطي وتصيب، أما هؤلاء فيقولون اليسر والتيسير أننا نأخذ ونختار ما يلائم أغراضنا ورغباتنا من أقوال العلماء، وأما ما لم يوافق أهواءنا ورغباتنا فإننا نتركه وإن وافق الدليل، وأما من وافق رغباتنا فيؤخذ به وإن خالف الدليل. هذا هو التيسير عندهم. يقول الدين الحمد لله العلماء مختلفون والدين واسع، وهذا من التيسير على الأمة، الخلاف تيسير على الأمة، فالخلاف رحمة يقولون، الخلاف عذاب. والله جل وعلا نهى عن الاختلاف ونهى عن التفرق وأمر بالاجتماع، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، لا كما يتصورون. لكن الله أعطى العلماء، أعطاهم فرصة الاجتهاد والبحث عن الحق، فمن وجده فقد أصاب في اجتهاده، ومن أخطأه فهذا يكون مأجورا على اجتهاده، لكن
خطأه لا يعتبر. فهل نأخذ أقوال العلماء كلها ما صح منها وما لم يصح، ما وافق الدليل وما خالف الدليل، ونقول هذا هو اليسر؟ إذن نكون من الذين اتخذوا من الذين اتخذوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الله جل وعلا نهانا عن اتباع الأهوى والرغبات والشهوات، وأمرنا بأخذ الحق ولزوم الحق، ولو كانت نفوسنا في الأول قد لا تميل إليه أو لا ترغبه، لكن النظر إلى العواقب وإلى المآلات، وليس النظر إلى الشهوة الحاضرة دون التأمل في العواقب. فالدين يسر ولله الحمد بالمعنى الصحيح الذي هو ما يسره الله على عباده، وليس يسرا بمعنى الانفلات واتباع الرغبات والشهوات، فإن هذه حسرات، تكون حسرات عما قريب، وهذا تضليل للأمة. هؤلاء الذين يدعون إلى هذا التيسير المنكوس، هؤلاء يضللون الأمة ويريدون بها الشر من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فلا يلتفت إليهم. نحن نعتقد وندين الله ونتيقن أن ديننا هو الحق وأن ديننا هو الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة إلا بهذا الإسلام، بأوامره ونواهيه وتشريعاته ورخصه وعزائمه. هذا هو الإسلام كامل، يكفل لك صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وأما إذا من خرج عن هذا الدين فإنه يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الشهوات المحرمة، ويخرج إلى الضياع، ويخرج إلى المهالك، والعاقبة وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان يظن أن هذا حرية وأنه تقدم وأنه حضارة وأنه رقي وأنه وأنه، فهذا من البهرج والكذب الذي سرعان ما ينكشف إذا ظهرت عليه شمس الحقيقة، فإنه سرعان ما ينكشف زيفه ويتبين ضلاله، ولا يبقى إلا الحق، والعاقبة للمتقين. ولكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج منا إلى صبر وثبات على الحق، وأن لا نزهد به، وأن لا نستبعد، وأن لا نستبعد النتائج الطيبة وإن تأخرت، لا نستبعدها، فإن الخير فيها، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يحتاج منا إلى صبر وعدم الالتفات إلى هذه الدعايات المضللة المرجفة. المسلم على يقين من دينه وعلى ثبات من أمره، فلا يلتفت إلى هؤلاء الغوغاء ودعاة الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان فقال إن الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. هم لا يقولون له تعال إلى جهنم، يقول له تعال إلى الخير، تعال إلى السعة، تعال إلى اليسر، لا تروح مع هؤلاء المتشددين. يسمون المتمسك بالدين متشددا ومغاليا. ترى إذا قالوا التشدد وقالوا الغلو والتطرف، تراهم يريدون التمسك بالدين،
لأنه عندهم تشدد وغلو وتطرف، ولا يريدون بذلك الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو الزيادة عن الدين والخروج عن الدين، إنما يريدون التمسك بالدين. عندهم هو التطرف وهو التشدد وهو الأوصاف التي كل ما عندهم يصفون المتمسكين بدينهم، لكن لا يزهدنا هذا في الحق، ولا ينفرنا من الحق، ولا يشككنا في الحق، لأننا نؤمن بالله ورسوله، ونؤمن بكتاب الله، ونؤمن بهذا الدين إيمانا قويا لا يعتريه شك. فنحن نجزم أن الخير في هذا الدين، وإن كان فيما يظهر لنا، قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لم يكلنا إلى شهواتنا ورغباتنا، لا يكلنا إلى أقوال الناس والشذوذات والاختلافات. الله أعطانا دينا قويا واضحا ونورا مبينا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه وصية الله جل وعلا لنا مع هذا الدين. أخبرنا سبحانه أنه سيكون هناك من ينفر من هذا الدين ويدعو إلى الضلال، ويدعو إلى الكفر وإلى الشرك، ويسميها بغير أسمائها. هم ما يسمونه كفر، ما يسمونه شرك، وإنما يسمونه برقي وحضارة وتقدم ومسايرة للعالم، يسمونه بهذه الأسماء التي تغر من لا يتفكر فيها أو غير البصير في عواقبها. لكن علينا أن نحذر وأن نعلم أن ديننا هو اليسر، وأن ما يدعوننا إليه هو العسر. قال الله جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية للصراط المستقيم والثبات على الدين القويم إلى يوم نلقاه، غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والفقه في دينه والتمسك به إلى يوم نلقاه، وأن يكفينا وإياكم شر الفتن والفتانين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الأحكام الشرعية والفتاوى تختلف باختلاف الأماكن والبلدان عند العلماء؟ وإذا كان هذا صحيحا فما الضابط؟ أثابكم الله. الأحكام الشرعية التي شرعها الله جل وعلا لا تختلف ولا تبدل ولا تغير، لأنه شرع لكل حالة ولكل نازلة ما يناسبها، لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى. أما الأحكام التي هي بمعنى الفتاوى واجتهادات العلماء، هذه تتغير، نعم، فالمجتهد يتغير اجتهاده حسب ما يظهر له من الأدلة، أن الإنسان بشر، اليوم يخفى عليه شيء وبكرة يتبين له شيء، فالاجتهادات هي التي تتغير، وفتاوى العلماء هي التي تتغير. وأما الشرع والنصوص والأحكام الشرعية هذه لا تتغير. مثال التغير مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، أنه قضى في قضية بحكم ثم عرضت عليه القضية بعد ذلك مرة أخرى فحكم عليها بحكم آخر، فقيل له: أقد حكمت فيما مضى؟ قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ف
فكل الإنسان قد يكون في الأول ما بلغه دليل، بلغه في الأخير يأخذ بالدليل ويترك اجتهاده الأول. في الأول فكر فيها فانتهى تفكيره إلى غاية، وفي المرة الثانية فكر تفكيرا أكثر وتعمق في التفكير فاهتدى إلى غير ما اهتدى إليه في الأول. يتراجع ما دام ظهر له الحق أو ترجح عنده الاجتهاد، يتراجع. هذا معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان، أحوال المفتي وأحوال المستفتي واختلاف الزمان من وقت إلى وقت. اجتهاد الرجال هو اللي يختلف، أما الشرع فهو لا يختلف أبدا. نعم. هذا سائل هو سؤال يتعلق، يقول العام الماضي طبعا كثر الكلام حول الرمي قبل الزوال، وكان من حجج بعض الداعين إلى ذلك يعني أمران. أولا بعضهم يقول أنه لم يرد نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال، وأمر آخر يستدلون به يقولون إن الصحابة أو أكثرهم كانوا رعاة إبل ولا يجتمعون إلا عند أذان الظهر أو صلاة الظهر، فلذلك لم يعني يكونوا يرمون إلا بعد الزوال. فما يعني ردكم على هذين الأمرين؟ الرد واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أي اعملوا كما أعمل في المناسك. وفي أيام التشريق كان ينتظر إلى أن تزول الشمس هو وأصحابه ثم يرمون في كل أيام التشريق، ولا ذكر عنه أنه قدم في بعض الأيام عن الزوال، أو أن أحدا من أصحابه قدم قبل الزوال وأقره على ذلك. وهم يقولون ما نهى نهيا صريحا، قال خذوا عني مناسككم، مفهومه أنه لا يفعل إلا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا نهي، لأن الأمر كما قال الأصوليون يفهم منه النهي والعكس، النهي يفهم منه الأمر. فهؤلاء لا يعرفون وجوه الاستدلال، أو يعرفون ويريدون التضليل. والأعجب من ذلك والمضحك أنهم يقولون الصحابة كلهم رعاة، كل الصحابة رعاة ولا يحضرون إلا عند الزوال، ومعنى تأخير الرسول إنهم رعاة ولا يجون إلا عند الزوال. هل أسفه من هالكلام هذا؟ هل الصحابة كلهم رعاة؟ الرعاة نفر قليل منهم، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يرموا ليلا، ما رخص لهم يرمون قبل الزوال، رخص لهم يرمون ليلا، ورخص لهم أن يجمعوا جمرات اليوم الأول مع جمرات اليوم الأخير، ولا رخص لهم أنهم يرمون قبل الزوال أبدا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إلى شحمة أذنيها للتجمل كما يزعم بعض الناس؟ التجمل هو في بقاء شعر رأسه، لأن الله خلق الشعر والذوائب جمالا للمرأة كما خلق اللحى جمالا للرجال، فتبقي شعرها ولا تعبث فيه ولا تقصه، فإن الجمال في بقائه لا في قصه. ولكن قد تتغير الأذواق والفطر والتقليد والتشبه، حينئذ تغير أوضاع الناس، لكن القاعدة أن المرأة جمالها في بقاء شعرها وذوائبها. ولذلك حتى في النسك أمرت أن تقص منه قدر أنملة، قدر أنملة، ما تقص إلا في النسك ولا تقص أكثر من أنملة، وهي مفصل الإصبع. فدل هذا على أنه مطلوب منها توفير شعرها والعناية به. نعم. يقول هذا السائل ما حكم علاج السحر بالسحر؟ إن كان يجوز العلاج بالكفر
يجوز العلاج بالسحر، لأن السحر كفر. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان، لأن اليهود اتهموا سليمان بأنه يسحر وأنه يسيطر على الجن بسحره. الله نفى عنه ذلك، قال وما ما قال ما سحر، قال ما كفر، فدل على أن السحر كفر. تعبير الله جل وعلا عن السحر بقوله وما كفر هذا الدليل على أن السحر كفر. وأبين من ذلك حالة الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، ينصحانه، إن الله أنزلهما للفتنة والاختبار، وينصحان من جاءهما، يقولان السحر كفر فلا تكفر، لا تتعلم السحر. فهل يجوز العلاج بالكفر؟ العلاج الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولم يجعل الكفر دواء أبدا، بل ما جعل الحرام دواء. قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالسحر كفر ولا يجوز التداوي بالكفر، ليس حراما فقط، الحرام ما يجوز التداوي به، فكيف التداوي بالكفر؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم حلق اللحية للشاب الذي يريد التزين أمام والديه وأمام رفقائه مع العلم بأن اللحية ليست بكثيفة في بداية الالتحاق؟ وهذا أيضا من الانتكاس، اللحية جمال وليست التزين في بقائها وليس التزين في حلقها، فهذا من الانتكاس في الفهم والعياذ بالله. نعم. يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يقول إن الصلاة على الصحابة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة؟ هذا يظهر أنه من قول الرافضة الذين يبغضون الصحابة، يبغضون الصحابة، فالصحابة يصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم لأن الله رضي عنهم وأرضاهم ويصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فالصلاة على الصحابة هم أحق من غيرهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقول لا يصلى عليهم إلا رافضي خبيث. نعم. يقول سؤالي بأوضح عبارة، هل العالم الواحد يفتي بفتوى إذا سئل مثلا في السعودية ويفتي في بلد آخر بفتوى أخرى إذا كان الدين عندهم ضعيفا ويمشي الفتوى مع أحوال أهل البلد؟ العالم الحقيقي يفتي بما دل عليه الكتاب والسنة في أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت، فالعالم يفتي بما أفتى الله به وما قاله الله ورسوله في أي مكان. وكما ذكرت لكم الشرع لا يتغير لا بالأحوال ولا بالأزمان، وإنما الذي يتغير اجتهاد العالم وتحريه للحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل مسافة السفر، مسافة القصر بالسفر تحسب ذهابا وإيابا أم فقط ذهابا، وكم هي المسافة؟ ولكم جزيل الشكر. لا، ما تحسب ذهابا وإيابا، تحسب ذهابا أو إيابا فقط، بثمانين كيلو مسيرة يومين للراحلة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فعد اليومين للراحلة عدهما سفرا يحتاج إلى محرم، حرم على المرأة أن تسافر هذه المسافة إلا بمحرم، واليومان للراحلة 80 كيلو للسيارة اليوم. نعم. يقول هل هناك تغير في فتوى الإيجار المنتهي بالتمليك إذا كانت صيغة العقد الوعد بالتمليك؟ هذه حيل، لما بلغهم أن هيئة كبار العلماء أصدرت قرارا بتحريم هذا العقد الباطل الذي هو الآجار المنتهي بالتمليك، راحوا يغيرون الألفاظ من أجل أن يحتالوا على هذا.
نعم. يقول ما يقول سمعنا عن التيسير في أمور الحج حتى أخفيت أركان الحج ومعالمه، فما دور مشايخنا الفضلاء في هيئة كبار العلماء في توضيح تلك المغالطات لتثبيت شعائر الحج في النفوس؟ الحمد لله إن الله لم يكلنا إلى هؤلاء وأقوالهم، وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحج كما حج الرسول، خذوا عني مناسككم، فما فعله الرسول فعلناه وما تركه تركناه، وهذا واضح، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، علم أصحابه المناسك وبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، ولم يتركهم لهؤلاء المتحذلقين الذين يأتون في آخر الزمان ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. نعم. ما هي تحية البيت الحرام لغير المعتمر أو الحاج بالتفصيل وجزاكم الله خيرا؟ القادم إلى مكة أول ما يقدم، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك، إذا قدم إلى مكة تحية البيت الطواف، فيبدأ بالطواف أولا ثم يصلي ركعتين. أما الساكن في مكة والمقيم فيها بعد سفره، فإن مسجد الحرام كسائر المساجد تحيته أن يصلي ركعتين قبل الجلوس. نعم. طيب لعله يسأل عن الدليل، يقول حتى إذا حاججنا بعض الإخوان، ما دليل على، يقول نعرف أن حديث تحية البيت الطواف غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك دليل آخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم بدأ بالطواف، لا، أول ما قدم في عمرة القضية وفي سائر عمر أول ما يبدأ بالطواف، ما يقف يصلي، يقول ما في دليل، هو اللي ما يعرف الدليل. نعم. طيب يقول بالنسبة لفتوى الرمي قبل الزوال، أليس ذلك داخلا في الاجتهاد ودلالة على يسر الإسلام ومراعاة واقع الحال؟ يسر الإسلام باتباع ما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وليست باتباع أقوال المفتين والمتخرصين، هذا حرج وليس يسرا، اليسر في اتباع الدليل. والرمي قبل الزوال لا يزول به ما زعموه من الزحام والخطر، الزحام موجود قبل الزوال وبعد الزوال وفي أي وقت، ما يزول بهذا. لا نغير الأحكام علشان نقول علشان يخف الزحام، الزحام ما هو يخف، الناس يندفعون في كل وقت ويجون أفواج في كل وقت، وهذا شيء مجرد. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم توضيح يعني فضيلة الصيام في شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان، إلا أنه لا يستكمله، كان يصوم غالبه، فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان. نعم. يقول أرجو توضيح الحديث القدسي الذي يقول الله فيه غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء، وما معنى وليفعل عبدي ما شاء؟ أنا لا أعرف الحديث هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لسابقتهم في الإسلام وفضيلتهم في الإسلام أن الله يكفر عنهم ما يحصل منهم، وهذا كما في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. يقول هل ورد حديث يدل على أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، وأين أجد في وفي أي كتاب أجد هذا الحديث إذا أمكن، وجزاكم الله خيرا؟ لا تقبل له صلاة، هذا من أتى كاهنا، هذا في صحيح مسلم، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما الشارب فلا أعلم شيء من هذا، هذا ورد في من أتى كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا في صحيح مسلم. وفي السنن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين يقولون الدين يسر يقولون المذاهب 4 وكلها لأئمة كبار، فلا حرج في الأخذ بأي قول منها، وهذا من رحمة الله لأن اختلاف الأمة رحمة. لكن الأئمة 4 يقولون ما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وقلنا قولا فخذوا بقول الرسول واضربوا بقولنا عرض الحائط. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال،
والإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذه أقوالهم رحمهم الله، هم معناه أننا نأخذ أقوالهم مجردة، نأخذ بما قام عليه الدليل من أقوالهم وأقوال غيرهم. نعم. يقول نحبكم في الله يا فضيلة الشيخ، وسؤالي ما كيفية التعامل مع محلات أشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو ومحلات بيع العباءات النسائية الفاتنة مثل العباءات المخصرة والمزينة ومحلات بيع الملابس الشبابية التي تغرس حب الشهوات والرذيلة والحفلات الغنائية والمهرجانات التي يكون فيها اختلاط بين النساء والرجال، وكيف ننكر عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر ولو بالقلب. من كان عنده سلطة يغير باليد، من لم يكن عنده سلطة يغير باللسان بالوعظ والتذكير والتبليغ عنهم لأهل الحسبة حتى يؤخذ على أيديهم. فلا بد من هذا. فأنتم إذا رأيتم منها المنكرات فبلغوا عنها رجال الحسبة ومراكز الهيئة ممن يستطيع أن يأخذ على أيدي هؤلاء. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن حكم ألعاب الأطفال المجسمة والحيوانات المجسمة، وهل ينطبق عليها حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ نعم نعم، ينطبق عليه، لأن هذه تماثيل وهي أشد أنواع التصوير التماثيل، ولا تباح لا للأطفال ولا لغيرهم، ولا نربي أطفالنا على التصوير، ما نربيهم على التصوير وننشيهم على التصوير. هم يستدلون بلعب عائشة رضي الله عنها، لعب عائشة ليست من هذا النوع، لعب عائشة إنما هي خرق وأعواد يعملونها وليس فيها ملامح الوجه واليدين كما هو في المصورات الآن. فهذا يختلف، يختلف اختلافا كبيرا. مصورات اليوم مصورات متكاملة، حتى إنها يجعلون فيها كهرب وشريط وتتكلم وتتحرك كأنها حقيقة من شدة التلبيس على الناس، ألا يجوز. وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا ننشي أولادنا على هذه التصاوير وهذه. نعم. يقول ما هي نصيحتكم لمن يسمح لزوجتي أو بنتي أو أختي أن تذهب وقد كشفت معظم جسمها إلى حفلات الزواج بحجة أنها وسط نساء وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ هذا كذب، عورتها ما هي من السرة إلى الركبة، عورتها كامل جسمها ما عدا وجهها وكفيها وما تدعو الحاجة إلى إخراجه للحاجة، ما هو للحاجة، كفيها ووجهها وقدميها، عورتها عند النساء مثل عورتها عند الرجال من محارمها، لأن الله ذكر النساء والمحارم في آية واحدة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء، إلى قوله تعالى أو نسائهن. فالنساء مثل الرجال المحارم. هل تخرج المرأة بالله عليكم إلى أبيها أو أخيها وهي ما عالية سترة إلا بين السرة والركبة؟ هل أحد يعمل هذا؟ ما أحد يعمل هذا، هذا منكر ظاهر. كذلك لا تخرج أمام النساء إلا بما تخرج به إلى أبيها وأخيها ومحرمها. نعم. يقول والدي يصلي في المنزل غالب الصلوات ولا يعذره عن التخلف عن الجماعة أي عذر، وإخواني أخذوا والدي قدوة لهم فلا يذهبون إلى المسجد علما بأني قمت بالمناصحة لهم والتوجيه مباشرة أو غير مباشرة. والسؤال هل تجوز صلاتهم في المنزل وهل يجوز جلوسي معهم وهل يدخل ذلك في الولاء والبراء أم لا؟ إذا كانوا غير معذورين فلا تجوز صلاتهم في المنزل، تاركون لواجب وهو صلاة الجماعة،
قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له إلا من عذر، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يجيب هؤلاء؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فوصفهم بالنفاق، وقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فأحرق عليهم بيوتهم النار. كل هذه أحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أنها فريضة ولا يجوز صلاتها في البيت من غير عذر. الذي يصليها في البيت من غير عذر، إما أنه آثم إثما عظيما وتارك لواجب، وإما أنها لا تصح أصلا ولا يكون قد صلى كما هو ظاهر الأحاديث. فالخطر عظيم في ترك صلاة الجماعة. فهؤلاء إذا لم يمتثلوا وأنت تستطيع الاستقلال والابتعاد عنهم، ابتعد عنهم واسكن بعيدا عنهم. نعم. يقول: قول الإنسان والذي نفسي بيده، هل يجوز لأي واحد أن يقسم به أم هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بالرسول، فكلنا نفوسنا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: نحبكم في الله، ما حكم الجهاد في العراق المحتل من الصليبيين، وما هي كيفية نصرة إخواننا في العراق والدول الإسلامية المحتلة من قبل الصليبيين؟ الجهاد من ضمن صلاحيات إمام المسلمين، إذا أمر به وجندكم فاستعدوا، إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض. الجهاد من صلاحيات ولي أمركم، أنتم تحت ولاية، ما هو الجهاد فوضى، مضبوط بضوابط، فأنتم تحت إمرة ولي أمركم، إذا أمركم بالجهاد وأنتم تستطيعون فجاهدوا. نعم. يقول: من الناس من إذا نوصح على خطأ يعمله قال: الدين يسر والتقوى في القلب، وتراه يحتج بحديث التقوى هاهنا ويعمل بعض المعاصي الخطيرة، ومنها إطالة الثياب وحلق اللحية وغيرها. نعم، التقوى في القلب لكن يتظهر على الجوارح، فإذا كان هناك معصية في الظاهر فهذا دليل على ضعف التقوى في القلب أو عدم التقوى في القلب. التقوى في القلب لها علامات، فإذا كان جوارحه وأعضاؤه ومظهره على طاعة الله هذا دليل على التقوى في القلب، إذا كان بالعكس مظهره في معصية الله وفي مخالفات هذا دليل إما على ضعف التقوى وإما على عدمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في جماعة التبليغ، وهل تنصحني بالخروج معهم وجزاكم الله خيرا؟ أنصحك أن تدعو إلى الله على المنهج النبوي، على المنهج النبوي، إذا كان عندك علم وبصيرة تدعو إلى الله على المنهج النبوي. أما الفرق والجماعات المخالفة للمنهج النبوي فاحذرها ولا تخرج معها. ومن المنهج النبوي الدعوة إلى التوحيد أول شيء، فهل جماعة التبليغ تدعو إلى التوحيد؟ ما سمعنا هذا ولا عرفنا عنهم، بل ينهون الدعاة عن التوحيد، يقول: لا تذكرون التوحيد، تفرقون بين الناس، يقولون كذا. أي جماعة هذه؟ أي دعوة هذه؟ نعم. طيب، هنا تعليق لبعض الإخوان يقول: جماعات التبليغ تختلف حسب البلدان التي نشأت فيها. لا أبدا، هي جماعة التبليغ لكن يلطفون في بعض الأماكن ويظهرون في الأماكن الأخرى، ولا هي جماعة التبليغ والعبرة بمنشأها. نعم. يقول: هل عرف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كفر أشخاصا بأعيانهم أم لا، وما الفائدة من وجود باب الردة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء والأئمة يكفرون من دل الدليل من الكتاب والسنة على كفره وزال عذره، ليس له عذر. أولا، قيام الدليل على أن هذا الفعل الذي فعله كفر. ثانيا، أنه ليس بمعذور، بعذر من الأعذار المعروفة، بالجهل أو بالإكراه أو بالتأويل أو غير ذلك. الشيخ محمد على منهج السلف، ما ابتكر شيئا من عنده. نعم. صدرت لكم فتوى في الليبرالية أثناء الفترة الماضية، ثم أصدرتم بيانا فسر من بعض الناس أنه تراجع وأنه اعتذار وأنه توضيح، فنريد بيان الحقيقة. موجود، كله موجود، الفتوى والبيان كلهم موجود. إن أدركتم أنه تراجع علمون،
إن أدركتم أنه تراجع فعلموا، لكنه توضيح، ما هو بتراجع، توضيح للفتوى التي حملوها على غير محملها. نعم. يقول حفظكم الله، وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وسائل الدعوة، الوسائل ما هي بتوقيفية، التوقيفي المنهج، منهج الدعوة، مناهج الدعوة وأساليب الدعوة توقيفية على حسب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي توقيفية. أما الوسائل فهي تجد في كل عصر بحسب، الإذاعة مثلا، الميكروفون اللي أمامي الآن هذا ما هو موجود كان في الأول، الوسائل التي جدت، ركوب السيارة والسفر عليها للدعوة هذا ما كان موجود في الأول، هذه تسمى وسائل، لا بأس، هذه تتجدد، تجدد الأوقات والأزمان. نعم. أرسلت لي إحدى الجهات الدعوية فتوى مفادها أن شيخ ابن باز رحمه الله أفتى بجواز سفر الخادمة مع كفيلها وأهله لأنها لم تأتي إلا لخدمتهم. ما رأيت الفتوى، ما أدري. نعم. بعض زوار الدول الغربية وأحياناً ربما يكون من بعض أهل الخير وأساتذة جامعات تتساهلون في مصافحة الأجنبيات بحجة عدم تنفيرهن من الإسلام، ويحتجون بمقاصد الشريعة العظيمة وعدم التشدد، فما رأيكم؟ لا مجاملة في أمور الدين، ما نجاملهم، أجل قبلها وقل هذا من التأليف، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا لا، إحنا ما نحدث شيء من عندنا نقول هذا نألف به الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعية، هو إمام الدعاة، ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، كما قالت عائشة: وكان يبايع النساء بالكلام بينما يبايع الرجال بالمصافحة، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا بغيت أنك تدعوها إلى الإسلام بيّن لها الإسلام، وبيّن لها أنه ما يجوز مصافحة المرأة، بيّن لها هذا. نعم. ساهمت، يقول شيخنا الفاضل، ساهمت بمبلغ مالي مع أحد الأشخاص للعمل بها في الأسهم النقية، وحال على هذا المبلغ الحول ولم أزكي هذا المال على أن يزكيه ذلك الشخص، والآن حال العام الثاني على هذا المبلغ وليس لدي ما أزكي به الآن إلا المال الذي يوجد عند الشخص، هل علي إثم في تأخير الزكاة مع العلم أنني عازم على دفع الزكاة المستحقة وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما أعرف الأسهم النقية، هذه صنفوها نقية ومختلطة وخالصة، تصنيف من عندهم، وتشوفون العاقبة وش صارت الآن، المساهمات تشوفون العاقبة، وين النقية اللي قالوا نقية وين راحت، لماذا لم ينجح أهلها، فكلها ما هي بنقية، فعلى المسلم أنه يتولى ماله هو ويبيع ويشري، هو ما يوليه لهؤلاء، هو يتولاه ويبيع ويشري بالأسواق ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل مع هؤلاء في المغامرات، في الجهالات، في القمار، في الربا، في وآفات كثيرة. نعم. تشوفون العاقبة وش صارت الآن. نعم. ما هو ضابط التيسير في الفتوى؟ اتباع الدليل، اتباع الحكم الشرعي الأخف، الحكم الشرعي الأخف، أما اتباع ما ترى أنه سهل وهو لا دليل عليه هذا لا، ما يصلح. نعم. يقول هناك الكثير فضيلة الشيخ ممن تساهل في موالاة الكفار والتعاطف معهم، وإذا أنكر عليه يقول هذا من باب الدعوة إلى الإسلام، أرجو التعليق وجزاكم. الدعوة إلى الإسلام ما هي بهدم أصوله، ولا والبراء من أصول الإسلام، ولا يجوز أن يدعى إلى الإسلام بهدم الأصول، فيدعو إلى الله ويستعمل الولا والبراء في مواضعه. نعم. لكم فتوى يا فضيلة الشيخ تحرم شحن الجوالات من كهرباء المساجد، وفي ذلك بعض الحرج خصوصا على المسافرين في الطرقات والمضطرين، نرجو مزيدا من التوضيح. أنا أقول اللي دائما يشحن جواله من المساجد ويوفر بيته ويوفر، هذا لا يجوز. أما إنسان عارض محتاج مثل على ما ذكر المسافر، شيء عارض ولا يكلف شيء كثير يسير جدا، هذا لا بأس، تسامح فيه. نعم. ومثلها الحرم؟ أي مكان، في أي مكان. نعم. لأنه فيها فتوى الحرم على الإطلاق. المعتكفين يطلعون ويعبدون جوالاتهم، يرخص لهم يطلعون ولا يتنافى هذا مع الاعتكاف. نعم.
ما حكم جواز المسفار للشباب؟ ما أدري وش جواز المسفار هذا اللي تزوج علشان السفر بس؟ يعني في الصيفية أخذ إجازة شهر وروح تزوج يوم يومين ثلاثة هذا متعة. هذا متعة على مذهب الشيعة. نعم. ما حكم زواج الرجل للمرأة الثانية دون إخبار المرأة الأولى بذلك؟ ما هو ضروري إخبارها، هذا أباح الله له الزواج، لكن من باب حسن العشرة وخشية سوء التفاهم ينبهها ولا يفاجئها بذلك، ينبهها شيء فشيء. نعم. كيف التعامل مع من يطالب بما يسمى حقوق المرأة مثل القيادة وحذف بعض المناهج، ومن يطالب بحذف بعض المناهج الدراسية مثل الولاء والبراء؟ هذا ما هم من حقوق المرأة قيادة السيارة، ما هم من حقوقها، من حقوقها الحشمة والعفة والبعد عن الرجال وإكرامها، أما قيادة السيارة هذه للرجال ما هي للنساء، تليق بالرجال، وأما المرأة فلا تليق بها قيادة السيارة لأنها تعرضها لمحاذير كثيرة. نعم. يقول إذا وأما وأما إيش الولاء، من يطالبون بحذف بعض المناهج الدراسية كالولاء والبراء وغيره، هذولا طالبوا حتى بحذف صلاة الجماعة، وطالبوا بحذف الحجاب، وطالبوا بحذف الربا ومن المعاملات، ويقولون هذا اقتصاد عالمي، وطالبوا بأشياء كثيرة. هذا من عرض ما طالبوا فيه من تغيير الدين، يريدون تغيير الدين. نعم. يقول ما حكم استخدام الجن في الأمور المباحة وقد قال به بعض الأئمة، ولكن أشكل علي كيف يمكن استخدامه والسيطرة عليهم؟ ما أدري والله، أنا بعد ما أدري كيف سيطر عليهم، ما أدري وش سيطر عليهم. نعم. الله يعافينا من الشرور. ما هي نظرتكم للأناشيد وخاصة في الوقت الحالي وقد أغرقوا بها بعض الشباب الملتزم وازداد اهتمام بها وأصبحت تقام لها مهرجانات وحفلات وبعضها بالدف وأصوات تشبه الموسيقى؟ الأناشيد لا يتدين بها ويستعملها للدعوة إلا أحد فريقين، إما الحزبيون وإما الصوفية، وأما أهل السنة والجماعة فلا يستعملون الأناشيد في الدعوة، إنما يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الرسول ما دعا بالأناشيد ولا كون فرق إنشادية للدعوة ولا مسرحيات ولا تمثيليات، ما الرسول ما فعل هذا. نعم. يقول ما الحكم في رجل يأتي إلى التجار ويحثهم على الصدقة في إحدى المشاريع لإحدى المؤسسات الخيرية ويأخذ نسبة قد تصل أحيانا إلى 25% من صدقة هؤلاء الأغنياء؟ هذا يتكسب، ما هو يريد الخير، يريد التكسب بهذه الطريقة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يأخذ منها شيئا لأنه عمد بأن يجعلها في مشاريع فلا يأخذ لنفسه منها شيئا. نعم. ما حكم خروج الموظف المعلم على وجه الخصوص من العمل إذا لم يكن عنده أي ارتباط أو واجب يلزمه بالبقاء؟ يبقى إلا إذا حصل له عارض ضروري يخرج، العارض الضروري، أما شيء ما هو ضروري فيبقى في مكان العمل حتى ينتهي الدوام. نعم. هل التأمين من التيسير الشرعي وما حكم الاستفادة منه؟ التأمين التجاري ليس من التيسير وإنما هو حرام، لأن فيه ربا، فيه جهالة، فيه غرر، فيه مخاطرات، مركب من أشياء كثيرة، أكل لأموال الناس بالباطل، إذا حصل عليك غرامة أن دافع 100 ريال حصل عليك غرامة ب10,000 ريال يسوقها التأمين من أموال الناس والشركاء، بأي حق هذا؟ ما دفعت إلا 100 ريال تأخذ 10,000 و100,000 من أموال الناس، بأي حق هذا؟ نعم. طيب الآن العمل كما تعلم التأمين يعني ملزم به في الاستمارة، إذا ألزم وأخذ منه مبالغ بسيطة ثم حصل له حادث هل يأخذ من الشركة أم لا؟ يأخذ قدر ما دفع، يأخذ قدر ما دفع. نعم. ما حكم الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم استقبال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو استدباره عند الدعاء، وما كيفية التعامل مع من يفعل هذا الفعل؟ هذه أمور مختلفة. الطواف لا يجوز إلا بالبيت العتيق، ما يطاف بشيء على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، لا يطاف بالبنايا ولا بالمقامات ولا بقبور الأنبياء ولا بقبور الصالحين، لأن الطواف عبادة،
فإن كان يريد التقرب بالطواف إلى الميت فهذا شرك أكبر، وإن كان يريد التقرب إلى الله ويظن أنه فيه فضيلة في هذا المكان فهذا بدعة، هذا بدعة قبيحة، فلا يجوز الطواف إلا بالبيت العتيق. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبيه هذا أمر مشروع يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كسائر القبور تزار. أما الدعاء عنده فلا يدعى عنده، إذا أراد أن يدعو فإنه ينصرف ويستقبل القبلة ويدعو في المسجد النبوي، يدعو في المسجد النبوي مستقبل القبلة لا مستقبلا للقبر. ولا يجوز التمسح بالجدران أو بالشبابيك أو هذا طلب للبركة من غير الله، البركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من الأموات أو من الشبابيك أو من الأبواب التي على قبر النبي أو على قبور الصحابة، هذا كله من الجهل. نعم. يقول يضيف: كيف يعني ننصح الرافضة وغيرهم ممن يفعلون هذه الأمور المنكرة والبدع؟ اللي يقدر ينصحهم ينصحهم، واللي ما يقدر يبلغ عنهم، يبلغ المسؤولين الذين جعلوا مراقبين حول القبر النبوي، يبلغهم بما يفعل الرافضة من أجل أن يتصرفوا معهم بما يمنعهم من ذلك. نعم. يقول: لما لا يكون هناك هيئة شرعية أو مجمع فقهي يمنع صدور أي فتية من أي عالم أو طالب علم حتى يجمع عليه هذا المجمع، ويضم هذا المجمع خيرة علماء الأمة الإسلامية حتى نتجنب الفتاوى التي فيها شر على الأمة؟ كثير من الناس ما يريدون هذا، يريدون ما يتطابق مع رغباتهم، ويسألون أي واحد يوافقهم على ما يريدون، وإذا سألوا من يخالفهم ولا يحقق رغبتهم نفروا منه. الناس هذه طبيعتهم، إلا من رحم الله ممن يبحث عن الحق، أما غالب الناس فهم يبحثون عن رغباتهم ولذلك يسألون. الآن فيه ولله الحمد فيه هيئة كبار العلماء، فيه اللجنة الدائمة للإفتاء، فيه جهات فتوى، كمان فيه جهات قضاء، فلماذا لا يتجهون إلى هذه الجهات، يذهبون إلى فلان وعلان إلا لأنهم يلتمسون عنده ما يوافق رغباتهم؟ نعم. كيف نفرق بين الراقي الشرعي والساحر الكذاب؟ بينهما فرق. الراقي الشرعي يرقي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذاب يرقي بالطلاسم ونداء الشياطين والاستغاثة بالجن. هذا الفرق بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، هذا هو الفرق. نعم. ما حكم الاستدلال أو افتتاح المهرجانات بآيات قرآنية، أقصد المهرجانات التي يتخللها فقرات غنائية؟ القرآن يكرم ويجل عن أنه يقدم أمام المخالفات الشرعية، إنما إذا كان الحفل كله خير أو كله على الأقل مباح وليس فيه حرام فلا بأس استتاحه بالقرآن، أما إذا كان الحفل فيه منكرات فلا يجوز افتتاحه بالقرآن، لأن هذا إهانة للقرآن ومخالفة للقرآن. نعم. يقول: ما حكم قروض البنوك، وهل هناك أنواع يجب تجنبها؟ أرجو توضيحها، لأني مقدم على قرض من أجل الزواج. البنوك لا تقرض إلا بربا، مهنا بنك يقرض قرضا حسنا بدون زيادة، ما يقرضون إلا بزيادة، قروض ربوية فلا تجوز. أما ما يقال أنهم يبيعون سلعه يتسمى التورق، فهذا لها ضوابط في البنك وغيره، ضوابط. أولاً أن تكون السلعة موجودة عند الدائن، موجودة في ملكه قبل أن تأتي إليه، ثم يبيعها لك، ثم تأخذها تنقلها وتبيعها في مكان آخر بعيداً عن الدائن لئلا ترجع إليه، هذه الشروط تجوز، ما إذا اختل شرط منها فلا تجوز. نعم. يقول: ما حكم الدعاء لإخوان المجاهدين في العراق والترحم على من مات منهم؟ تدعو للمسلمين في العراق وغيره، تدعو للمسلمين والمضطهدين من المسلمين تدعو له. نعم. في العراق وفي غيره. نعم. ما حكم قول الإنسان: حسبي الله عليك يا فلان؟ حسبي الله عليك، هذا عند لهجة عامية، حسبي الله عليك، لكن لو قال حسبك الله
أي أن الله يجازيك والله كافيني إياك، أو حسبي الله، ولا يقول عليك حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما بلغهم تهديد الكفار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقولوا حسبنا الله عليهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يقول: ما تعليقكم على ما نرى أحيانا من جلوس بعض الدعاة في بعض القنوات الفضائية مع النساء ومع دعاة الشرك والبدع بحجة التيسير وعدم الانغلاق على العالم؟ هذول ما هم دعاة، اللي يجلسون مع النساء السافرات ويشاهدون المنكرات، وين الدعوة؟ هذه ما هي دعوة، أو دعوة مخلوطة بمنكرات، فهذه دعوة فيها محاذير كثيرة. والداعية إلى الله صحيح الصحيح لا يجلس في هذه المجالس. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا، يقول سبحانه وتعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمجالس اللي فيها منكرات، نساء أو غير نساء، لا يجوز المسلم أن يجلس فيها إلا منكرا لها ومبينا ومحذرا. أما أنه يجلس ويسكت وينبسط معهم ويضحك، فهذا إقرار للمنكر والعياذ بالله. نعم. نختم بسؤال: طبعا اعتدنا في السنوات الماضية في الأيام الأخيرة من شعبان يبدأ الهجوم على سنة رؤية الهلال ويحاربونها في الصحف، وأنها أدت إلى تشرذم الأمة، ويدعون إلى الأخذ بالحساب الفلكي بحجة أنه هو الذي سيوحد الأمة ويجعلها يعني تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد، فما تعليقكم على هذا؟ الله جل وعلا علق الأمر بالأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والإفطار بالهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا كلام الله وكلام رسوله، وليقل هؤلاء ما شاءوا. نحن ما نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول هؤلاء أبدا. وأيضا الحساب ما عرضة للخطأ لأنه عمل بشري، أما الهلال يرى ولا اختلاف فيه، يرى في السماء واضح لا اختلاف فيه. ففي فرق بين الحساب وبين رؤية الهلال. أما اللي نفر الناس وفرقهم الكفر والشرك، وليس اللي فرقهم هو الهلال، هذا اللي فرقهم هو الهلال، اللي فرقهم هو الشرك والكفر بالله عز وجل وتحكيم القوانين والطواغيت وتعطيل كتاب الله، هذا هو الذي فرقهم. إن كانوا يريدون وحدة المسلمين فليوحدوهم بالتوحيد العقيدة الصحيحة، ليوحدوهم بالحكم على كتاب الله سبحانه وتعالى، وبهذا يتوحدون، وبغيره لا يتوحدون أبداً.